بسم الله الرحمن الرحيم مع بعض في ماس 3112 اللي هو كالكولاس 2. النهارده اول محاضره لينا في سيكشن 5.2، يعني ليكتشر 1 في سيكشن 5.2، وهكذا هنخلص المحاضره الاولى في الثانيه والثالثه وهكذا لغايه لما يخلص خالص. بيتكلم عن ديفينيت انتجر. يلا نشوف اكزامبل 1 بيقول ايه. بيقول ايفالويت ريمان ان سام للفانكشن ديت على الفتره 0 3. يبقى هي دي الاي، يبقى ما ننساش هي دي الاي وهي دي مين البي. طب ومديني ان ب 6، مديني ان بكام؟ يعني عايز 6 انترفلز، 6 سب انترفلز. وقال لي خد الايه الرايت اند بوينتس هم الايه الخان بتاعتي. طب يلا نبدا الحل. هنقول ان ان ب 6 دلتا اكس، دلتا اكس احنا عارفين مع قانون دلتا اكس، الدلتا اكس هي بي ناقص ايه نهايه الفتره ناقص بدايتها على عدد الفترات ان. خلاص تمام. ان هنا ب 6 هيبقى 3، اللي هو دي 3 ناقص 0، 3 ناقص 0 على 6، 3 ناقص 0 3 على 6 يبقى نص. يبقى احنا جبنا الدلتا اكس بنص. طب بنبتدي بقى نشتغل ازاي؟ بنكتبها ازاي؟ الطريقه بتاعتنا اهي، بيبقى الانتجريشن من الاي ل بي، يعني من 0 ل 3 للاف اوف اكس دي اكس، الريمان انتجرال بتاعه بيساوي، ها هيساوي كام؟ ماشي؟ الاف او فيرست بوينت، الفيرست بوينت هنا مين؟ اول نقطه. خلاص احنا قسمنا المنطقه اهي، ادي من اول الزيرو اهو اهو، ادي اول الزيرو الين 3، تبقى اول نقطه نص اهي، هتبقى اول نقطه نص. طب تاني نقطه هتبقى تاني نقطه كام؟ دي يبقى دي اكس 1. طب ماشي، تاني نقطة هتبقى مين؟ نص ونص، هتبقى 1. اللي بعدها تبقى دي اكس 2. طب اللي بعدها هتبقى مين؟ ها؟ اكس 3 1 ونص 1.5 وهكذا. واللي بعدها هتبقى مين؟ 2. اللي بعدها 2 ونص، واخر واحدة تبقى كام؟ 3. هيبقى دي اكس 1، دي اكس 2، دي اكس 3، ودي اكس ها 4، اكس 5، وادي اكس 6. خلاص هو قال لي ايه بقى؟ اقرا كويس. سب انترفلز اند تيكينج السامبل ان ذا بوينتس تو بي الرايت، يبقى هاخد بدي، يبقى هاخد دي ودي ودي ودي، لان دي اول انترفل، اول انترفل اهي هي الحته دي، يبقى هاخد النقطه بتاعتي دي، يبقى دي اول نقطه. يبقى هنعمل كده، هتبقى هنا عباره عن المجموع بتاع مين؟ ها سيجما او من غير سيجما حتى، اهي هتبقى اف of x1، x1 اللي هي مين؟ 0.5. خلاص؟ ماشي؟ في الدلتا x زائد f of 1 في الدلتا x وهكذا، الدلتا x جبناها بكام؟ بنص وهكذا، زائد اهي f of 1.5 1.5 في الدلتا x زائد وهكذا، ماشي يا ابطال؟ وهكذا. 1.5 بقى كده اف اوف 2، ماشي اف اوف 2 في الدلتا اكس، الدلتا اكس عندنا بكام؟ الدلتا اكس بنص وهكذا، اف اوف 2.5، اف اوف 2.5 في الدلتا اكس زائد اخر واحده اللي هي اف اوف 3 وفي الدلتا اكس. طيب حلو، اف اوف 3 في الدلتا اكس، جميل جدا. طب اف اوف مين؟ اف اوف نص. طبعا انا ممكن اعمل ايه؟ الدلتا اكس اطلعها بره اللي هي نص، وافتح قوس واجيب اف اوف نص، اعوض هنا بالكالكوليتر عن النص واجيبها. خلاص؟ اعوض عن النص واكتبها. ماشي؟ اعوض عن النص هنا في المعادله دي اف اوف نص، لما اعوض هنا بنص، نحط هنا نص كده، هيطلع لك هنا كام؟ وطبعا لاحظ معايا الدلتا اكس ممكن اشيلها خالص واحط بدالها مين؟ 0.5. واحسب بقى، يبقى دي 0.5. ودي 0.5 ودي 0.5 ودي 0.5 ودي 0.5 ودي 0.5 هنا اف اوف 3، خلي بالك ماشي، ودي الدلتا اكس. خلاص هيبقى الدلتا اكس 0.5 سحبتها بره مشترك. طب اف اوف نص هتحسبها بالكالكوليتر، هتعوض هنا بنص، نص التكعيب ناقص 6 في نص، هتطلع ناقص 2.875. يعني ايه؟ هتروح هنا هتشيل اكس تحط نص، نص تكعيب ناقص 6 في نص، بس كده خلاص تمام كده، وهتطلع لك الرقم ده.
وبعد كده زائد، احنا خدنا الدلتا اكس بره اهي خلاص نص اف اوف واحد، عوض هنا بواحد، واحد ناقص ستة يبقى ناقص خمسة، ماشي وهكذا. وبعد كده عوض بواحد ونص هنا، واحد ونص تكعيب، ناقص ستة في واحد ونص هتطلع ناقص، يبقى زائد ناقص خمسة بوينت ستة اتنين خمسة، ماشي زائد وهكذا. اف اوف اتنين عوض هنا باتنين هتبقى 8 ناقص 6 في 2 ناقص 12 هتبقى ناقص 4. دي بسيطة جدا، يعني اف اوف 2 دي سهلة. اف اوف 2 دي سهلة ليه؟ 2 تكعيب، 2 تكعيب 8 ناقص 6 في 2 12، 8 ناقص 12 ناقص 4، يعني وهكذا 2 ونص نعوض ب 2 ونص، ماشي هتبقى تطلع 0.625، 0.625. وبعد كده اف اوف 3 عوض ب 3 ودي سهله، 3 التكعيب يعني 27، 3 التكعيب 27 ناقص 6 في 3 18 هتبقى ناقص 9، ماشي هتبقى قصدي زائد 9، هيبقى هنا زائد 9 خلاص. والنص اللي طلع بره ده هو ده الدلتا اكس، يعني هو ده الدلتا اكس. واحسب بقى كل الهيصه دي بالكالكوليتر، احسب كل ده بالكالكوليتر هيطلع لك المقدار كله ناقص 3.93375. يبقى احنا كده حسبناها والعملية بسيطة جدا 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 خلاص. دي كده اول ايه، اول حاجة اوكي. طيب بعد كده عايزين نشوف مع بعض المسألة. في طبعا نظرية بتقول لنا كده، لو كانت الفانكشن اف كونتينوس على الفترة A و B، لو هي continuous على الفترة A و B أو حتى piece wise continuous بيسموها بيها jump finite jump discontinuity، بيبقى ليها إيه؟ ريمان انتجر أو بتبقى انتجر خلاص تمام، أو حتى يعني مش لازم تكون continuous، لو هي حتى ليها jump discontinuity يعني نوع من discontinuity اللطيف أو اللي اسمه jump discontinuity نقدر نلقالها. طيب نقدر نلقالها مين؟ ريمان انتجر، أو نقدر نلقالها انتجر تكون انتجر. طب نخش على الاكزامبل التاني بنفس الطريقه، بيقول لي كده اكزامبل 2 بسيط جدا جدا جدا، نفهم مع بعض اكزامبل 2 بيقول ايه. اكزامبل 2 مديني فانكشن وبيقول لي بس اكتب لي الصوره بتاعت الريمان سام بتاعه، ماشي اكتب لنا الريمان سام. قبل ما نخش في الطريقه احنا عارفين طبعا احنا بناخد ايه، اف اكس اي صح في الدلتا اكس بس السيجما دوت، ماشي السيجما دوت لما ان اي بتساوي 1 الى ان هو ده اللي بيديني الانتجريشن فروم اي تو بي، مع العلم ان الدلتا اكس، الدلتا اكس هي بي ناقص اي على ان خلاص. التكامل اي بي للاف اوف اكس دي اكس، دي صوره السميشن فورم بتاعته خلاص. فهو ممكن يدي لك فانكشن يقول لك حطها لي في صوره الريمان سام بس اهو، ماشي بيقول اكسبريس اللي طبعا الريمان سام بقى امتى؟ لما اخد الليمت للكلام ده يروح لما لا نهايه، يعني لما اخد الليمت للكلام ده هنا ده كده قيمه تقريبيه، لكن التكامل بقى هو الليمت لهذا الكلام لما الان تروح لايه؟ لما لا نهايه، يعني اخد الليمت للكلام، لما اخد هنا ليمت يبقى لما اخد هنا ليمت كده اهو ليمت الكلام ده لما الان دي تروح لما لا نهايه الكلام ده اسمه ايه بقى؟ ده اسمه التكامل from A to B ل F of X ل F of X dx لما اخد ليميت هذا الصم خلاص؟ تمام كده؟ طيب تعالوا نشوف مع بعض، هيديني هو ليميت ويقول لي اكتبها لي في صورة تكامل بس اهو، يعني فهمتوا الفكرة؟ يبقى المرة دي هيعمل العكس، هيديني هو الليميت ماشي ويقول لي اكتب لي هذه الليميت في صورة ايه؟ اكتبها لنا في صورة ايه؟ في صورة ايه؟ سميشن، او يديني السميشن ويقول لي اكتبها لي في صورة ليميت، يعني فاهمين؟ يعني دي لازم يبقى انت عينك تاخد على الاثنين، يعني يديك السميشن يقول لك اكتبه في صورة ليميت، ماشي حلو. طب او يعمل ايه؟ ها؟ او يدي لك ماشي التكامل يقول لك اكتبه في صورة سميشن او العكس. طيب مسألة هيك اكزامبل 2 بيقول لي اكسبريس يعني عبر، مجرد تعبير مالكش احسب خلاص خلاص. اكسبريس كلمه اكسبريس يعني عبر، مجرد تعبير ما قالش كالكوليت. اكسبريس اكسبريس ليميت ليميت سيجما
اكس اي تكعيب زائد اكس اي زائد اكس اي ساين اكس اي ساين اكس اي كل ده اهو مضروب في الدلتا اكس بس خلاص. وهذا الليميت هنا طبعا هنا السميشن من اي واحد الى ان، وهنا الليميت لما ان تروح لما لا نهايه. احنا لسه متفقين مع بعض ان التكامل بتاع اي فانكشن، تعالوا نشوف مع بعض اللي احنا لسه متفقين عليه ماشي. التكامل احنا لسه متفقين اهو ان التكامل من A ل B خلاص التكامل. طب هنا بيقولي طبعا الكلام ده كله على الفترة من 0 ل باي، الكلام ده على الفترة من 0 من 0 إلى باي، الكلام ده على الفترة من 0 ل باي. طب خلاص احنا نشوف اللي احنا خدناه ايه. احنا خدنا ان التكامل على من ال A لل B من ال A لل B للفانكشن f of x function f of x dx، قلنا قيمة هذا التكامل هي الليميت لان احنا اتفقنا مع بعض كلما صغرت الانترفلز مش هتصغر الا ما تبقى ان كبيرة تبقى تروح لما لا نهاية، يبقى الليميت اهي تبقى هي عبارة عن الليميت اهي ماشي للسميشن، يبقى التكامل هو الليميت سميشن خلاص تمام. ال f of x i اهي خلاص في مين؟ في الدلتا اكس بس خلاص. طب هنا من اي بتساوي واحد لان، وعارفين طبعا الدلتا اكس هي البي ناقص اي على ان خلاص. طيب حلو جدا واضح كده. طيب وهنا الليميت لما ان تروح لما لا نهايه. طب يلا بينا، يبقى فين اللي مضروب في الدلتا اكس؟ فين اللي مضروب في الدلتا اكس؟ ادي الدلتا اكس اهي، يبقى كل دول هما ال f of x بس. يبقى هو ده عبارة عن ايه؟ تكامل اللي هو مدولي ده تكامل x تكعيب زائد x sin x بس زائد x sin x dx، يعني اشيل الدلتا x دي احط dx، وكل اللي قبلها هو ده الفانكشن. x i تكعيب يعني x تكعيب، و x i sin x i يعني x sin x. طب قال لك على الفتره من فين لفين؟ من 0 لباي، يبقى هنا 0 يبقى هنا 0 اهو وهنا باي. يبقى انا كده عبرت عن الليميت سميشن في صوره انتجريشن. تاني ليميت ليميت سميشن يعني تكامل. الكلام ده بيقول لك على الفتره من 0 لباي يبقى التكامل من 0 لباي. طيب وهنا اللي مضروب في الدلتا اكس يبقى هو ده الفانكشن بتاعتك خلاص. يبقى كل ده اهو الدلتا اكس اهي، كل اللي مضروب فيها تبقى هي دي الفانكشن، وكده انت حليت المساله لان هو قال لك عبر عن دي في صوره انتجريشن. اكسبريس ده اكزامبل 2، طلع كتابك واكتب معايا اكسبريس الليميت كذا كذا ده از انتجرال اون ذا انترفال دي اون ذا انترفال مين 0 باي. يبقى اكسبريس ذيس ليميت سميشن as a integration على الفترة من 0 باي اهو. يبقى هو التكامل للفانكشن دي في dx بس. ده كده اكزامبل 2 خلاص. بعد كده هنخش على اكزامبل 3. اكزامبل 3 بيقول لي evaluate this integral ماشي على الفترة اللي هو مديها لي، ودي هتبقى ايه بسيطة جدا بس انا شايف نعم انا بنبدأ بيها هي اكزامبل 3 واكزامبل 4 المحاضرة الجاية، يبقى الأفضل عشان إيه تسمعوا الحتة دي وتفهموها، والمحاضرة الجاية نخش على طول على example 3. أوكي الله يعطيك العافية.